شنو تخبرنا؟ شي في جديد؟ ما في جديد، من الحوش للكتيبة ومن الكتيبة للحوش. يا راجل ما فهمت شي محبك فيها هالكتيبة، تقول قاطعين لك صورتك فيها؟ خدمتي يا نصر وشين ينسيبها؟ انت مش خدمتك الأصلية سواق بورتر؟ ولا بتتبرى منها توا يا حاج؟ بصارة بصارة ما تزعلش، عارفك مهندس إلكترونات. هو تبي الحاج زمان سوقت السيارة مع جدي الله يرحمه. وبعدين الخدمة مش عيب، شي فيها كأنك سوقت بورتر ولا سيارة كبيرة؟ لا فعلا فيها عيب، لكن جديات يا عاطف، انت ليش شاد في موضوع الكتيبة وسلاح؟ ليش ما توليش لحياتك الأولى؟ شوف يا نصر الدين، أنا ما اخترتش نكون هيك، الشيء هذا انفرض علينا فرض، مش أنا وبس، شباب واجد يلقوا روحهم في وجه المدة، وأنت وغيرك واجدين قاعدين يرددوا في نفس السؤال ويعاودوا في نفس الجملة، قام تتسيبوا سلاحكم وترجعوا لحيشانكم. لكن ما سألتش روحك مرة شنو حيصير لو كنا سلمنا سلاحنا ورجعنا لحيشاننا؟ منو حيأمن الشوارع والبوابات؟ المنشآت والمدن؟ الحدود والصحراء؟ في دولة للأسف كلها فوضى في فوضى، فيها أكثر من حكومة وأكثر من قانون، أكثر من برلمان وأكثر من دستور، تفهم شيء؟ فيها أكثر من 300 ألف منتسب للمؤسسات العسكرية راكدين في حيشانهم وياخذوا مرتبات من غير خدمة، وفيها من يهدد فينا صبح وليل إنه حيحكمنا بقوة السلاح ويرجعنا للدكتاتورية. أعطيني دولة مدنية فيها دستور ومؤسسات قوية وما فيهاش واحد يقول حنرجع نحكمكم بالغصب، ما فيش. عليك مني نسيب سلاحي واللوحة على طول إيدي، وكانك مازال شفتني لابس عسكري اللي تبيها نفيه.